انت قلت انه كاظم الساهر ما زال لليوم يدفع اموال طائله حتى يحاربك فنيا وحتى يحذف ارشيفك واغانيك. لا لا هو صحيح هذا الشيء؟ لا هو متعظ جدا وقلق من انه يريد يصير هو المطرب الاغنيه العربيه لانه يغني بالفصحى غير ما يغني. بس هو بالفعل هذا الواقع يعني؟ لا شو بالفعل الواقع، هو الالحان اكلت لزق. اذا اجيب لك هسه ذا الحان كاظم تلزق. نعم يرد لنا حلقه كامله غير عن الموسيقى لو بنشرشي مع احترامات. لا طبعا هسه ما قاعد انفخ طيراني، انا قاعد اقول لك هاي الجمله مال هاي الجمله، هاي الجمله مال موسيقى جبار. الجمله مالتي مال شلون بالله اكو بيها كلام الله يرحمه فتح الله قال لي انا وزع لك اياها، قلت له مو كاظم مغني؟ قال لي لا لا ما يهمك انا وزع لك اياها. فمن اخذ جمله مو لانه جمله مالتي، كل اغاني كاظم الساهر ما يقدر ينهي الاغنيه بهيك قوه. الجمله مالته جابها وخلاها الى كاظم الساهر. منو فتح الله الله يرحمه؟ فتح الله ترى موسيقي وفنان صاحب صوت جميل يغني تركي مشهور. هل كاظم الساهر لليوم حاطك بباله يعني؟ هو قال لك دز كريم العراقي في مره اي الله يرحمه كريم صديق اخوه يعني الله يرحمه، قال لي ابو علي انا جيتك موضوع. قلت له امر. قال يعني اوكي، قلت له تم بس لا ما يرهم يعني زين. شنو؟ قال لي اني ضيعتك يا ناري فما كذا فما كذا اشعاري وما ذنب كذا اختار شنو عذبت القلب يعني اختار الحب ولا حب يعني اختار كلها كامله كريم بس بغير كلمات. هاي صعبه طبعا صعب وفعلا صعبه يعني يغنيها زين. ايش طلب منك؟ كريم العلاقي يغنيها ويكتب يعني لازم تصير ويل الجمله طبعا طبعا صعب أي مو أي قصيده واحد يلحن بس هو يلحن ويسوي كلمات على القصيده. زين اختصر لي استاذ انه بعد لنا هواي مواضيع ايش قال لك؟ فالرجل قلت له شنو هاي الموضوع؟ قال كاظم ساهر دزني قال ان انا خلي حسين البصري باللحن مالته يركب هالكلام. هاي قبل ما هو يسوي اني خيرتك فلتاري؟ لا لا لما انا لحنت قبله طلعت يعني. اعرف هو قبل ما يلحنها قبل ما يفكر يصير مطرب لان ما يعرف يصير يقلد بصوت شعبان او بصوت محمود. ما ادري محمود مات او بعد عدل. اوجه لهم تحيه طبعا ان شاء الله كلهم طيبين حتى كاظم. كاظم يقول لهم شلون تغنون؟ يقول الشعبان ومالك وهذا اجمل اصوات بالعراق اخذهم خلاهم كورس حتى لا احد يفلت منهم.